اهلا بكم، مع مهند بن محمود للسيارات شيفروليه في ابو ظبي والعين. اليوم في بعض الشباب سالوا على تكلفه صيانه السياره الاكثر مبيعا عندنا، هي الكابتيفا. الكابتيفا طبعا زي ما احنا عارفين هي موديل 22، هي بيجي معاها السيرفيس الاول على 1000 كيلو مجاني، بعدين بتتم بصفها الدوريه على كل 10000 كيلو. اهم حاجه فيها ان هي ما شاء الله سعرها رخيص جدا. انا هوري لكم دلوقتي حالا من موقعنا اسعار وتكلفه الصيانه الدوريه كل 10000 كيلو. يلا بينا. طيب دلوقتي هنشوف على موقعنا على شيفروليه اريبيا، ده طبعا موقع معلن اي حد يقدر يدخل عليه، بيشوف اسعار كل التشيكات او تكلفه الصيانه لاي سياره بيختارها من شيفروليه. احنا بس اليوم بنتكلم عن الكابتيفا، اول 10000 كيلو وال20000 كيلو وال70000 كيلو. كل مره السياره توصل للكيلومترات دي وتيجي فيها على الوكاله عندنا هيدفع بس 427 درهم زي ما انتم شايفين. 20000 كيلو 939، ننزل تحت شويه 30 و 90000 كيلو 676 درهم فقط. ننزل تحت كمان ال 40 و 80000 709. الميجر سيرفيس على السياره دي بيوصل على ال 60000 كيلو 1314 درهم. بعدين ال 100000 كيلو 611، ويرجع يعيد تاني 110 120 130 وهكذا، يرجع يدفع نفس الارقام اللي شفناها في الاول هنا. اهلا بكم، مع مهند من بن حمود للسيارات، وفي انتظار اتصالاتكم.